النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، أهلا بكم. قامت المؤسسة العامة الاستهلاكية باستجرار كل منتجات شركة المياه والمعامل التابعة لها وتسويقها عبر صالاتها والمراكز المتوفرة لها في منطقة مشروع دمر وبمحافظة دمشق بأسعار منافسة. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أشار إلى أن إضافة المياه إلى تشكيلة المؤسسة الاستهلاكية من شأنها تأمين المادة للمواطن بأسعار معقولة وزيادة إيرادات المؤسسة، مضيفا أن الاستهلاكية ملتزمة بتأمين المادة في كافة أسواق المدينة لتلافي النتائج السلبية لاعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة على مصادر المياه في منطقة الفيجة ووادي بردا. أكد مدير فرع الدواجن في محافظة اللاذقية المهندس باسم حسن، أكد أن كميات الفروج المنتجة في المحافظة تكفي وتزيد عن حاجتها، ويتم إرسال كميات كبيرة إلى ريف دمشق. حسن صرح أن إنتاج فرع الدواجن في محافظة اللاذقية وصل حتى بداية شهر كانون الأول إلى 2,700,000 بيضة بنسبة إنتاج تبلغ 80%، مبينا أن الهم الأكبر لهذا القطاع يتجلى في توفير مواد التدفئة، مشيرا إلى أنه يدخل المحافظة يوميا 700,000 صندوق كرتون بيض، يباع منها 200,000 صندوق يوميا. سجل الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعا مع نهاية العام الحالي يقارب 200 ليرة سورية عما كانت عليها الأسعار بداية الأسبوع الماضي، في وقت يشهد فيه الذهب تراجعا سعريا على مدى السوق المحلية. نقيب الصاغة غسان جزماتي أوضح أن سعر جرام الذهب من عيار 21 قيراط بلغ 16,900 ليرة سورية، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا 14,486 ليرة سورية. أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 140,000 ليرة سورية. أما على المستوى العالمي فأوضح جزماتي أن الأونصة الذهبية تشهد حالة من الثبات الأفقي شبه الكامل، مسجلة سعر 1,138 دولار للأونصة الواحدة. ذكرت وزارة الاقتصاد التركية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تراجعت بنسبة 44.3% خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الليرة التركية فقدت 20% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي لتصبح العملة التركية من أضعف العملات. كما أظهرت أحدث بيانات الحكومة التركية انكماش اقتصادها خلال الربع الثالث من العام الحالي. أوصى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بعقد اتفاقيات نقدية ثنائية مع الدول التي لديها تعامل تجاري مع إيران، وذلك في إطار مواصلة مناقشتها لمشروع قانون الخطة التنموية السادسة 2017 إلى 2021 للميلاد. المجلس أوصى وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية بعقد مواثيق ثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن إبرام اتفاقيات نقدية مع الدول المتعامل معها تجاريا ولا سيما دول المنطقة. أنشأت روسيا وبيلاروسيا صندوقا مشتركا للاستثمار بحجم 1,400,000,000 روبل مع إمكانية زيادة حجمه في المستقبل القريب. هذا ومن المتوقع أن يتم تمويل أول مشروع فعليا من قبل الصندوق خلال العام القادم، حيث سيمول الصندوق مشاريع متخصصة بالفضاء وبالتكنولوجيا المشتركة في إطار خلق أداة استثمارية لتطوير الشركات المنافسة ضمن خطة تنسيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. توقعت وزارة الطاقة الأمريكية بيع نحو 8 ملايين برميل من النفط منخفض الكبريت من احتياطي أمريكا النفطية المخصصة للطوارئ خلال الفترة من أوائل إلى منتصف كانون الثاني. الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ تسليم النفط في الأول من آذار على أن يكون بإمكان المشترين الحصول على الخام في شهر شباط، وبذلك ستكون عملية البيع هذه الأولى ضمن عدة عمليات من المخطط تنفيذها خلال السنوات القادمة بقيمة قد تصل إلى 2 مليار دولار. ننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السورية. حسب نشرة مصرف سوريا المركزي سوية، نلاحظ بأن الدولار الأمريكي بالنسبة للحوالات الشخصية وصل إلى حوالي 517 ليرة و46
و44 قرشا سوريا، هذا بالنسبة للدولار الأمريكي بالنسبة للحوالات الشخصية. أما بالنسبة لشركات الصرافة فالدولار الأمريكي وصل إلى حدود 546 ليرة و44 قرشا سوريا. ننتقل الآن مشاهدين إلى اليورو، نجده بالنسبة للحوالات الشخصية هو عند مستوى 546 ليرة و44 قرشا سوريا. أما بالنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 539 ليرة و88 قرشا سوريا. نلفت عنايتكم مشاهدين إلى أن الدولار الأمريكي بالنسبة للشركات الصرافة هو عند مستوى 517 ليرة و42 قرشا سوريا وليس كما هو مكتوب على الشاشة. ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار الذهب. بالنسبة لأنصة الذهب وصلت عالميا إلى حدود 1134 دولار. أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية نجد أن جرام الذهب عيار 21 أصبح ب 16900 ليرة سورية. أما بالنسبة لجرام الذهب عيار 18 هو بحدود 14486 ليرة سورية. الليرة الذهبية هي بحدود 140000 ليرة سورية. طبعا الليرة الذهبية بالنسبة لعيار 21. أما بالنسبة لأسعار النفط نجد أن خام برنت وصل إلى حدود 54 دولار و48 سنت للبرميل الواحد. أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 52 دولار و48 سنت للبرميل الواحد. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار الاقتصادية.